كنت هروح هقعده غصب عنه عشان اتكلم معاه. يعني الفيلم ده خلاني احس بقيمه بلدي وازاي يعني بلدي فعلا جميله. يلا قول لي تاني. انا اسمي لينا صوفيا، عندي 16 سنه، لسه تمام من كام اسبوع كده. بحب اسافر قوي وبحب اغني وارقص، وطبعا بحب التمثيل. بدات التمثيل لما كان عندي يعني 4 سنين مثلا، ده من 12 سنه تقريبا. بس كده، شكرا. كان اول عمل ليا هيبتا، وبعدين عملت هذا المساء، وبعديها بالحجم العائلي، وعملت مسرحيه شريهان كانت اسمها كوكو شانيل، وعملت قاعده طلاق 45، وعملت النزوه، وعملت فيلم بره اسمه ستوري كده. يعني ممكن دور ياسمين رئيس، عشان هو كان بنت مش يعني مش مفهومه كده، وانا بحب الادوار اللي مش مفهومه. اصعب مشهد، مش حاسه ان كان في مشاهد صعبه، مش بحس ان في اي مشاهد يعني كانت صعبه قوي، بس انا ممكن مشهد اتخضيت منه او كنت متوتره قبل ما اعمله. كل المشاهد اللي كانت ليها علاقه بالحب وكده، عشان انا عمري ما عملت ده في حياتي، ان انا اعمل دور بنت بتحب ولد، فانا كنت خايفه، عشان برضو دور فريده بنت مش بتعبر عن مشاعرها بكلامها اكتر بعينيها، فانا كنت خايفه ان ما اعرفش ابين الحب ده، عشان دي انا مشاعر الحب دي عمري ما عملتها قبل كده، بس الحمد لله يعني اظن يعني ان بان. هما مش بينصحوا قد ما هما الاثنين تعاملهم في اللوكيشن وطريقة كلامهم وجدية بتاعتهم في شغلهم، يعني بتخلينا دي نصيحة بالنسبة لي، ان انا اشوفهم ازاي بيتعاملوا مع الناس، ازاي بيحببوا كل الناس فيهم، تخلي الناس تكون عايزة تشتغل اكتر وتطلع يعني احسن حاجة عندها. ده بالنسبة لي انا يعني اتمنى ان انا اكون زيهم لما اكبر. لو في جزء ثالث اظن ان هيكون في مشاكل اكبر، زي ما مشاكل بتاعت الجزء الثاني كانت اكبر من مشاكل في الجزء الاول. وممكن مش عارفه دوري يعني ما اعرفش، ممكن هيكون بجد ما اعرفش، يعني انا مش كاتبه خالص في نفسي، فبجد مش هقدر اقول لك. انا عيلتي احنا بنتناقش كتير مع بعض، فلو في مشكله او لو بغير انا ممكن اقعد معاه ونقعد نتكلم لغايه حتى ممكن نتخانق، بس لغايه ما نلاقي حل في الاخر، او لغايه ما نلاقي نبقى متفقين يعني. فانا ده اللي هيحصل. لو انا كنت فريده كنت هروح هقعده غصب عنه عشان اتكلم معاه، بس ده مش اي بنت ممكن تعمل كده يعني. بحب تمثيل كريم عبد العزيز جدا، وطبعا يعني منى زكي ومنى شلبي، ده بالنسبه لي ناس ما شاء الله عليهم يعني، عشان بس ما نحسدهمش. وممكن بره يعني في ناس كتير، مثلا ميريل ستريب، وبحب ليوناردو دي كابريو، بحب تمثيل زندية جدا. يعني اللي انا فاكره دلوقتي هو كيرة والجن، عشان ده اخر فيلم دخلته له الصراحه، وهو الصراحه الفيلم ده ابهرني يعني فعلا، يعني هو بالنسبه لي من احسن الافلام اللي اتعملت في اخر 20 سنه في مصر. كل يعني فعلا تمثيله والديكور والمجهود اللي اتحط في الفيلم ده، اكيد اتحط فيه مجهود كبير قوي، والاخراج والتصوير، وكانت برضو يعني هم عملوا سبيشال افكتس في الفيلم ده، وكانوا شكلهم حقيقيين جدا يعني لما بينوا مصر زمان وكده. يعني الفيلم ده خلاني احس بقيمه بلدي وازاي يعني بلدي فعلا جميله. للاسف ما اتفرجتش عليه. لا ما اتفرجتش على المسلسل خالص. للاسف. انا بابايا اتفرج عليه، وناس كتير قوي بتتكلم عليه، وشفت الديكور وكده يعني انبهرت صراحه، بس اكيد هتفرج عليه. منى شلبي ممكن بحب السيما القديم، وكمسلسل بطلوع الروح اتفرجت عليه مع اهلي، ومنى زكي بحب لعبه نيوتن. ماشي، هغني لكم أغنية فرنسوية من فيلم غاتاتوي اللي هو بتاع ديزني ده، كنت بحبه جدا. ماشي. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Volant ton chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. Good luck.